هناك معارضه اربعه فينا في المعارضه في مجلس المدينه كنحاولوا، درنا سالنا العمده، سالنا الوالي، دابا كنسالوا كنطلبوا السيد رئيس المجلس على الحسابات يدخل، كنستعملوا جميع الوسائل. وعلاش الفرق الاخرى ما كتستعملش هذه الوسائل الا كانت عندها نيت الغيرة على مدينتها وكتعتبر في الكواليس بان كاين مشكل في تنفيذ هذا البرنامج؟ فهذا هذا مهم جدا، مش ماشي عاوتاني واحد ندوزو ديريكتومون شي حاجه نقولوا لا. كاين الجانب اللي كيتعلق في جانب الحكامه، شنو هو دور ممثل الساكنه؟ هذا كاين، ولكن واش ممثلين الساكنه واش استعملوا جميع الوسائل باش يوصلوا لواحد النتيجه معينه، ومنها مجلس اداري ديال هذه الشركه اللي كيحضر فيه العمده ديال مدينه الرباط، لان نتمنى صحفيين يطرحوا عليه السؤال كما كنطرحوا حنا وما كيجاوبناش، يتحرج على الاقل. اش كتقول انت في المجلس الاداري؟ واش المشروع زوين مزيان غادي كلشي الامور غاديه بخير، ولا النيت كاينه مشاكل؟ فحنا فريمون هذه بغيت ناكد عليها، حنا بهذه عامين ونص كنتعاملوا بالمنطق ديال المعارضه البناءه وبحسن نيه، ماشي ضد بصفه زعما مبدئيا ضد اي مشروع بهذا الشعار ديال مدينه الانوار. الشعار زوين، هذا الشعار مزيان، وهاد 9 مليار درهم هذه كانت فرصه، هذا هو اللي مؤسف جدا، كانت فرصه باش تهيكل هذه المدينه بواحد الطريقه اللي هي حداثيه وتضامنيه، تجعل من مدينه الرباط ب 9 مليار درهم الا كانت تفكير ايجابي والواحد كيفكر وكيخطط وعنده نيه حسنه باغي نيت يطور هذه المدينه، ب 9 مليار درهم ترد مدينه الرباط من نقولوا احسن نموذج في المدن في المغرب. هاد الندوة الصحفية جات من بعد حنا كمستشارين جماعيين نعاون نأكد حنا يلاه تسعود في أكدا رياض وربعة بينا في مجلس مدينة الرباط على 86 مستشار جماعي. الأغلبية شكون هي الأغلبية؟ هي العدالة والتنمية مع الحركة الشعبية الأحرار والاتحاد الدستوري، وهاد الأغلبية من العدالة والتنمية كتسير ولا كتساهم في التسيير منذ 8 سنين في مدينة الرباط. هذا كتجي هاد الندوة الصحفية حول مشروع الرباط مدينة الأنوار العنوان ديالو. حنا استعملنا جميع الوسائل اللي متيحة لنا كممثلين الساكنة، أسئلة شفوية في المجلس المدينة، أسئلة كتابية للسيد العمدة، طلب درج هذه النقطة للمناقشة وسط مجلس المدينة، مراسلة السيد الوالي السابق لمدينة الرباط لطلب لقاء مع شركة رباط غابة أميناجمون، رباط الجهة للتهيئة، بدون جواب، ما كاينش جواب. فبالتالي ما بقى لنا الا هذا الحل، هي رسلنا، انا رسلت باسمي الاخوات والاخوان اللي معايا في مجلس المدينه وكنائب برلماني السيد الرئيس الاول لمجلس الاعلى للحسابات لطلب تحقيق في هذا المشروع الكبير. هذا مشروع ديال 9 مليار ديال الدرهم، بانوا لينا حنا هنقولوا اختلالات اللي قدمناها لكم، ما يمكنليش ندخل في التفاصيل هي طويله بزاف، هذا غير جزء من الاختلالات اللي كاينه، وكنتمنى هذه المؤسسه اللي هي عموميه تقوم بهذا الدور، باش حيت 9 مليار درهم راه ما ساهلاش، 9 مليار درهم راه مكلنا لا تصرفات بطريقه نقولوا حداثيه وتضامنيه، مكلنا ترد مدينه الرباط افضل مدينه في المغرب. واليوم كنشوفوا بان هذيك 9 مليار كتصرف بواحد الطريقه اللي هي ماشي في المستوى ديال التطلعات لا ديال الساكنه لا ديال اي واحد عنده غيره على بلاده. كاين الناس هذه جاري بها العمل في المغرب، فوق ما كيقدوش يجاوبوا على شي حاجه كيتغطاو بالملك، هادشي فايت لي قلته انايا، هادي غير مقبول. وانا بعدا كشوف كنائب برلماني ولا كممثل الساكنه كمستشار جماعي، مي كيجيني مشروع معين حتى كندرسو، ماشي ما تعطيني حتى شي معطيات. والعبات الواحد يقول بان شارع الحسن الثاني مثلا كنا كنطلبوا حنا الفروجات للراجلين حيت ماتوا شباب في هذاك الشيء، يتجاوبنا من طرف حزب العداله والتنميه وحزب البام راه هذا مشروع ملكي، واش بغيتوا تعدلوه؟ واش الملك يتدخل في الفروج؟ السؤال خصو يطرح عليهم هما. هذه ندوه صحفيه عقدوها مستشارين ديال فيدرال اليسار في مجلس مدينه الرباط حول الاختلالات اللي كيعرفها برنامج الرباط مدينه الانوار اللي كتسهر عليه شركه الرباط للتهيئه. هذو اختلالات لمده اكثر من سنتين ولا سنتين ونصف كيوضعوها علينا المواطنين، واليوم كنطالبوا من مجلس الاعلى للحسابات يفتح التحقيق بالنسبه لهذا البرنامج، هذا نعرفوا علاش الاختلالات، علاش الناس ما عمرهم ما بغاو يجاوبونا، ما عمرهم بغاو يهضروا مع المنتخبين ديال المدينه اللي كيمثلوا السكان.
لاحظنا اختلالات عديده في مجال ديال البرمجه ديال هذه المشاريع وفي التنفيذ ديال هذه المشاريع، لا بالنسبه للطرق كيفاش توضعات، لا بالنسبه للاناره، لا بالنسبه للمساحات الخضراء. تم قطع على واحد المئات ديال الاشجار في مجموعه من الاحياء ديال الرباط، تم هدم واحد المعلمه تاريخيه في شارع عبد الرحيم بوعبيد. كلها تساؤلات اليوم كنطالبوا مجلس الاعلى الحسابات يفتح تحقيق بشأنها ويعطي للسكان مدينة الرباط اللي عندهم تساؤلات كثيرة يعطيهم واحد الجواب عليها.